إذا الجزء اللي بعد الدايود الآن نحكي عن الترانزستورز، أشهر أنواع الترانزستورز أو أشهر اللي هاي اللي بتكون عارفين عنها اللي هي باي بولر جنكشن ترانزستور. الباي بولر جنكشن ترانزستور اختصاره بي جي تي، الرمز تبعه هذا اللي هو الان بي ان هاي الكمبيوتر جنتر بيس، اخذوه مشان وهذا عباره عن 3 بيسز 2 جنكشنز، راح يكون عندي هون ان بي ان هاي البيس هاي الميزة. هون كمان عندي تو جنكشنز، في جنكشن هون وجنكشن هون، نفس الشيء مش معناه انه انا قصيت المواد ولزقتها ببعض، هون كمان عندي جنكشن ما بين ان تي و بي ان هذا الشكل. بشكل اساسي الموديل الاساسي تبع الترانزستور انه هو كرنت دريفن ديفايس، يعني بعمل له درايفنج عن طريق الكرنت، فانا اذا بطلع على الترانزستور من هون مثلا لو عندي دائره هون وعندي هون هذا فولتج سورس اعتبر هذا هار لود وعندي هون هار بيس نسميها VDD. خلينا نهمل هاي الدائره ونطلع على هاي الدائره الموجوده هون، ايش كانه عندي فيها؟ تقريبا لو بدي ابسطها بشكل كبير، هون عندي فولتج سورس، عندي هون مقاومه، هون تقريبا شو بشوف؟ دايود تقريبا، كاني بشوف دايود بي ان، فتقريبا الفولتج دروب هون راح يكون 0.5 او 0.7، فالكرنت هون راح يمشي في البيس اي بيس تقريبا بكون بيساوي VBB minus VCE VBE اللي هون مضبوط مش هاي VDE وهذا مقصور على RB تقريبا هذا تقريب بسيط جدا هاي دائرة هاي دائرة البيس هون عندي كومن اميتر الاميتر كومن للتنين مضبوط مش الاميتر كومن للدائرة هاي الدائرة هاي اللي موجودة هون هلا الموديل تبع الترانزستور ابسط موديل بعمل له موديلينج انه هو بيعمل امبليفيكيشن للبيس كارنت بضربه بفاكتور معين شو كان اسمه؟ بيتا او اتش اف اي فكانه الكارنت اللي بيمشي هون البيس اللي بيمشي هون راح يمشي هون مقابله بيتا او اتش اف اي في اي بيس هذا بيساوي اي سي راح واضح الفكره هون؟ هون كانه ديبندنت كارنت سورس الكارنت اللي راح يمشي هون مضاعف من مضاعفات الكارنت اللي كان ماشي في البيس من هون فالكارنت راح يمشي هون راح يتكون عندي هون طبعا هذه هون في سي اي فهذا الفولتج هون راح يكون في سي اي بين النقطتين هذول هذا راح يكون الفي تبع اللود اللي موجود هون وهذه في سي سي لو عملت كي في ال هون ايش بصير عندي ايش كي في ال؟ كيرشوفز فولتج دول حوالين هذه اللوب راح الاقي انه في سي سي بتساوي هون عندي اي سي مضبوط اي سي في ار ال اعطيني هذا الفولتج مضبوط شو بضل هون؟ في سي هذه ابسط المعادلات بشكل بسيط هلا لو ضليت ازيد هذا البيس كارنت راح يوصل لمرحله معينه ما بقدر يزيد اي سي اكثر من هيك وبوصل عندي هون بي سي اي للساتوريشن بصير بي سي اي ساتوريشن هي تقريبا 0.2 او 1 فولت حوالين 1 فولت بهاي الحاله السويتش بنقول انه ساتوريتد لما يصير هذا السويتش ساتوريتد بصير كانه مسكر تماما الفولتج دروب هون بكون قليل جدا وكل معظم الفي سي سي وين بيكون على مين؟ على ار ال واضح هذه؟ هاي الحالة اللي بدنا اياها لما يكون الترانزستور اون، لما يكون اوف حتى اعمل سويتشنج اوف للترانزستور شو بدي اعمل؟ بنزل اي بيس لزيرو، لما بنزل اي بي لزيرو قديش بصير اي سي تقريبا؟ زيرو فبصير اللود هذا كانه اوف. هدول واضح الحالتين هدول الحالة اللي بنسميها الكت اوف والحالة اللي بتقابلها ساتوريشن. هون عندي بحالة الكت اوف في سي اي بيساوي تقريبا في سي سي واي سي تقريبا بيساوي زيرو، بكون هذا اوف كسويتش مضبوط؟
ولما بضل ازيد اي بيس شو بصير وانا عمالي بزيد اي بيس؟ قديش قيمه اي سي بصير فيها؟ بتزيد لانه اي سي شو بيساوي؟ بيتا في اي بي. لكن لما بضل ازيد كثير في النهايه بوصل مرحله قديش اي سي ما راح يقدر يزيد اكثر من هيك اي سي. في الحاله هاي راح يصير عندي في سي اي تقريبا قيمتها صغيره بتكون مثلا 0.2 الى 1 فولت وعندي اي سي بيساوي في سي سي ماينس في سي اي على الار. اذا احملت في سي اي هاي تقريبا معظم الفولتج على مين اجى؟ على ار ال. هدول هم في الباور الكترونكس هذا هم الحالتين اللي بيهموني اللي هم ايش هم؟ كاثود في ساتوريشن. بيهمني هدول الحالتين في لانه انا بدي اشغل الترانزستور كايش؟ كسويتش. واذا انا بدي اشغل هذا الترانزستور كسويتش ما بدي اياه يكون ان بتوين، ما بدي سويتش يكون نص مسكر نص فاتح، ما بدي اياه يكون في الاكتف ريجن. متذكرين الاكتف ريجن؟ بدي اياه يكون يا بالكت اوف يا بالساتوريشن. كان بالكت اوف هذا السويتش ايش بعتبره؟ اوف. واذا كان في الساتوريشن شو بعتبر هذا السويتش؟ اون. اون يعني مسكر كوندكتيف. ففي سي تقريبا بصير زيرو بالحاله هاي. لما يكون كت اوف اوف في بي سي شو بيساوي؟ زيرو. في سي سي لا بيساوي معظم الفولتج اللي هون هو جاي هون، معناها شو ضل الفولتج هون؟ صار كانه اوف. ماشي واضحه هاي النقطه؟ يعني كانها هاي الدائره ممكن افكر فيها كانها هون عندي هون بي سي سي عندي هون اللود والترانزستور هذا بقدر افكر فيه كانه سويتش. بس مين بيتحكم بهذا السويتش؟ فكاني عمالي بسكر هذا السويتش وبفتح. بس هذا مش ميكانيكال سويتش، هذا الكترونيك سويتش. كيف بتحكم فيه؟ عن طريق اي بيس. حط اي بيس زيرو شو بصير بهذا السويتش؟ اوبن. حط اي بيس عالي اعلى من القيمه اعلى من ماكسيمم القيمه له بصير هذا كانه اون. هو طبعا لما يكون اون ما بيكون الفولتج دروب عليه زيرو زي ما حكينا، ما فيش عندي ايديال، بيكون بقيمه 0.2 لتقريبا 1.5 حسب نوع الترانزستور والكرنت اللي عماله بمرق. هون اللي ضل عندي فولتج دروب من هون. اذا في عندي فولتج دروب هون عم بمر في اي سي، شو راح يصير بهذا الترانزستور؟ اذا عليه فولتج دروب اي سويتش، اذا عليه فولتج دروب عم بمر في كرنت، شو راح يتكون عندي فيه؟ باور. باور تمام. اذا راح يحمي هذا الترانزستور، اذا ايش بدي اعمل فيه؟ بدي برضه بدي احط له هيت سينك او بدي احط فان او شيء زي هيك حتى ابرد هذا الترانزستور، لانه اي سويتش الا اذا كان هذا السويتش ايديال تماما، بده يكون ايديال تماما شو لازم يكون؟ الفولتج دروب عليه قد ايش؟ يكون زيرو. بس ما فيش عندي سويتش، ما في عندي ايديال سويتش. حتى هذا السويتش من هون هي له في سي اي بالساتوريشن، في سي اي بالساتوريشن هون انا لازم احط في سي اي سب ساتوريشن حتى تكون تقريبا، يعني في سي اي بالساتوريشن ما راح تنزل اقل من القيمه هذه. ما دام هاي القيمه موجوده راح يصير في عندي باور ديسيبيشن بهذا السويتش. اذا هذا اسمه بي جي تي. تطفي